مشاهدي قناة على فكرة، مرحبا بكم في فيديو اليوم. سنتعرف على أرنب الهوتوت القزم. أرنب الهوتوت القزم أرنب نادر، أصله ألماني وتم تهجينه بشكل معتمد ليصبح بذلك الشكل أرنبا أبيض الفرو بعيون سوداء. يعود أرنب الهوتوت القزم في الأساس لمطلع القرن العشرين، حيث بدأ العمل على إنتاج أرانب بيضاء بعيون سوداء. إضافة إلى حجم صغير ولطيف، يدخل حبك له للقلب بسرعة، وكان الغرض من هذا الأمر موضوعا تجاريا لا أقل ولا أكثر، وذلك راجع إلى أن عشاق الأرانب يميلون أكثر للأرنب ذو الحجم الصغير. هناك أنواع مختلفة من هذا الأرنب، إلا أن ما يميز أرنب الهوتوت القزم لون عيونه السوداء. أما عن الفرو الأبيض فهو أمر مشترك بين كل الأنواع. إذا نال الفيديو إعجابكم لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.